شوف يا جماعة، لأن الفئة العمرية اللي موجودة عندي في السناب شات مختلفة، وفي جزء ليس ببسيط من المراهقين والصغار يتابعوني، فأنا ما أقدر أتكلم بشكل واضح. لكن إحنا ممكن نروح أمريكا سياحة، وأنا بشفر الكلام، لكن إحنا نروح هناك ونخلي عيالي يدرسون في المدارس؟ مستحيل، سواء في أمريكا، سواء في كندا، سواء في أوروبا. الوضع يا جماعة صار مريب مريب مخيف. بيدرسون الأطفال سواء ابتدائي متوسط ثانوي، طبعا الجامعة ما أتكلم عنها، هذه شيء ثاني. هالفئة من الابتدائي للثانوي صاروا يغصبون الطلاب منهج رسمي غصبا عن أولياء الأمور، يدرسوهم الشيء اللي ما بين الزوج وزوجته غصب. من أول كانوا يعطون ورقة تبي ولا ما تبي، نقول أقول ما أبي، الآن لا، غصب. الشيء الثاني يا جماعة صار معي شخصيا، قبل ولدي ما يدخل أولى ابتدائي كان خلاص خلص التمهيدي، باقي أسبوع تنتهي الدراسة، قالوا لي دعوة لأولياء الأمور. يوم جينا إلى المدرسة لقينا الأعلام موزعة في كل مكان، شيء مريب، الأعلام ذيك اللي تعرفونها. وقالوا لنا انه المرحلة الأولية اللي من بينهم ولدي عبد المجيد حيكون في مدرس الساعة الأولى من الصباح، مدرس ما أدري كيف أوصفه، لكن مدرس لا هو ذكر ولا أنثى، عشان يعلمهم يتقبلون هذا الموضوع، ويعني غسيل مخ، هذا اللي أقدر أقوله. احنا على الفترة السوية ذكر وأنثى، لا نعادي أحد ولا نحارش أحد ولا شيء. فمثل هالامور يغصبونك اول شيء على شيئين، ما بين الزوج وزوجته وش يسوون، وما بين انه تتقبل ثمان اصناف من البشر. احنا عندنا ذكر وانثى، هم عندهم ثمانيه. وايضا ملزم عليك في المدارس تحضر احتفالاتهم، ترفع اعلامهم، تتوافق او توافق على ما يطرح، وكلك رضا غصبا عنك. جرب تعارض، الإدارة المدرسية تقلب عليك، أقلها إذا شافوا ما فيك طب قالوا لك خذ ملفك وروح مدرسة ثانية، وأعلاها أنهم يشتكونك إلى القضاء، أن هذا الرجل رجعي قمعي بلا 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 وما إلى ذلك. بالإضافة إلى أنهم يسمحون أنه الذكور يلبسون ملابس الإناث والإناث تلبس ملابس الذكور في الاحتفالات، لأن عندهم شهر يحتفلون فيه في السنة. فتخيل الاحتفالات هذه كيف بتكون، تخيل المنظمين للحفل منهم. فهمتوا كيف؟ وفهمتوا ليش؟ يعني هذا جزء بسيط. الآن ترى أغلب المشاهير اللي موجودين برا بدون ذكر أسماء، لأني والله ما أخذت الإذن منهم أني أقول أسماءهم، ولا ودي والله. فزي ما قلت لكم، في عوائل معروفة بالسوشيال ميديا بدأوا يرجعون، آخرتها عائلة معروفة باليوتيوب، هذا هم موجودين الأسبوع الماضي وصلوا أبو ظبي. عين العقل، راسلتهم قلت لهم الحمد لله على السلامة، وأعتقد أن السبب المدارس. قالوا إيه والله السبب الرئيسي المدرسة. فهناك مالك رأي جماعة، أنا ما أتكلم من 2021 وفوق إلين الحين. قبل الأمور طيبة، ما يجيني واحد يقول يا رجال إحنا ابتعاثنا مع عيالنا ما صرنا خير، يوم تقول له سنة كم يقول لك 2008 2009. سلامات، أنا أتكلم الحين، لأنه أنا عارف هذا الرد جاني قبل وبيجيني الحين. من 21 بعد ما أقروا أنه فرض، الأب ما له سلطة، حتى الأب ما له سلطة على ولده أنه يقدر، أنه يبي يصير ذكر أو أنثى، ما له سلطة. إذا يبي الحكومة، طبعا ما أقول لكم كل الولايات أو كل المقاطعات، فيه مثلا في امريكا، في مثلا تكساس وفلوريدا لا زالوا مصرين ان هذا الشيء مرفوض، لكن الغالب موافقين. ايضا بالنسبه لكندا، بالنسبه ايضا لاوروبا، اغلبهم موافقين. تبي تاخذ ولدك زي ما قلت لك تدرسه في مدرسه اسلاميه او مدرسه مسيحيه كاثوليكيه، زين، عاد وفي المدارس الكاثوليكيه وفيه وفيه، لانها الدعم ما يجيها الا من رجال الاعمال المسيحيين للمدارس المسيحية، فبالتالي بعضهم موافق وبعضهم موافق، وبعضهم يقول المدرسة المسيحية هذا
200-300 ألف بس يسمحوا. فهم يبغون دعم فيسمحون. ففيه وفيه. ما أبغى أطول عليكم. سنة 22 أغلب المدارس صارت الآن لا يوجد حمامات أعزكم الله، حمامات للذكور وحمامات للإناث لا ما في الحين، خلاص مفتوح. حتى لما تروحون بعض السوبر ماركت بعض بتلاقين يعني أنجندر، يعني حمامات بدون تحديد جنس، لا ذكر ولا أنثى، اللي يبي يدخل. خلاص صار التأهيل علني ومرعب، وزي ما قلت لكم مالك حيلة إنك تنطق أو تتكلم. قد يكون في بعض الولادات تبربر ما عندك، ما عند جدتي، ارجع بيتك. اللي نبيه بيصير. فهذه هي باختصار وضع المدارس برا. والله ما ادري وش اقول لك، اقيمه الصلاه وبروح اصلي. لكن جرب تروح بلد غير قائم على الاسلام، حلو، وفارض هذا الشيء غصب عنك وبيدرسون عيالك غصب عنك، جرب تكلم. على الغالب بعد ما ينتفونك محاكم ومحامي وتدفع اللي وراك ودونك على هالمحامي عشان يطلعك بريء من هالموضوع، لانك انت شخص رجعي حسب مفهومهم، انك انت شخص رجعي وما تحترم قوانين البلد، اقلها يقول لك يا اخي اقلب وجهك، شعبك عندنا صح. هذه فلا تاخذ كرعنتريات، لان هناك يا روح ما بعدك روح، لان هناك اذا انت على الفتره السليمه الان وصرحت او شخص قرو، هذا شخص قديم ما عنده تعايش، ما يحب الناس،